السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين من برنامجكم كلام أبطال. أول حلقة لينا في برنامج كلام أبطال. هدف برنامجنا نفيد كل الناس في مجال كمال الأجسام. لو عاوز تعمل عضلات هنقول لك تعمل عضلات إزاي وندلك على الطريق الصح. لو عاوز تخس هنقول لك تخس إزاي وندلك على الطريق الصح. هيكون معانا ضيوف الحلقة أبطال عالم ومدربين دوليين. أحب أعرفكم بنفسي، أنا الكابتن عمرو موسى، حصل على بطولة القاهرة وبطولة الجمهورية 8 مرات. أهلا ومرحبا سيادة الضيوف. أهلا بيك كابتن تايسون. أهلا بيك كابتن عمرو. أهلا كابتن أحمد. أهلا بيك كابتن عمرو. كابتن تايسون بطل العالم في كمال الأجسام. أهلا يا كابتن تايسون. أهلا بيك يا كوتش حبيبي. تحب عرفني حضرتك أهم بطولاتك. والله أهم بطولاتي بطولة العالم اسبانيا 2015، بطولات احمد علي، القاهره والجمهوريه دول كذا مره، وعديد من البطولات، بطوله دبي، وطبعا من وانا عندي 15 سنه طبعا بتبقى ليفل بطوله 15 17 وتحت 21 ناشئين، بس. وبطولات افريقيا ما شاء الله يا كابتن تايسون، كان افريقيا غبار. الكابتن تايسون عالم في مجال كمال الاجسام، ما شاء الله عليك يا كابتن تايسون. اهلا بيك يا كابتن. الكابتن احمد المدرب الدولي ولاعيب كمال الاجسام. اهلا يا كابتن احمد. اهلا بحضرتك يا كابتن. عرفنا اهم بطولاتك واهم انجازاتك. بفضل الله سبحانه وتعالى انا حاصل على بطولات كتير، في اولا المنوفيه والجمهوريه، وربنا كرمني وشاركت في بطوله احمد علي 2018، واخيرا وليس اخرا بطوله القوى البدنيه في اسكندريه واسماعيليه، اول وثاني جمهوريه بفضل الله. ما شاء الله يا كابتن احمد، ربنا يزيدك. ربنا يخلي حضرتك يا رب. هدف برنامجنا نفيد كل الناس يا كابتن تايسون واللعيبه المبتدئين. دلوقتي يا كابتن تايسون معانا لعيب اول يوم يخش الجيم، عايزين نمشيه على طريق صح. بيبدا طبعا بدايه تمرينه، طبعا بتبقى انت بتاهل جسمه الاول بطريقه الجنرال، بتلف على الجسم كله مع جميع العضلات يعني، بتبدا بقى واحده واحده بتاهله بقى على كل عضله، مثلا يوم بيبقى لها يوم معين يعني. كل عضله يعني بنج مثلا، ظهر، كتف، باي وتراي، رجل. طب فتره الجنرال يا كابتن تايسون تاخد كام يوم؟ يعني مثلا من 4 ايام لاسبوع. من 4 طب لو لعيب سنه صغير برضك زي لعيب سنه كبير ولا هتفرق معانا؟ لا، هو لعيب طبعا سنه صغير بيفرق عن سنه كبير. الكابتن احمد، اهم مصدر اساسي في البروتين يا كابتن احمد. لو اتكلمنا عن المصادر الاساسيه في البروتين هنلاقي مصدرين 2، النباتي والحيواني. النباتي بيبقى زي الفول مثلا والعدس، يعني الحاجات اللي بتحتوي على البروتين جايه من مصادرها النباتيه. تمام. واقوى مصدر بروتين معانا هو البروكلي، بيحتل المركز الاول او بيحتل المرتبه الاولى. ده البروتين النباتي. ايوه، ده بالنسبه للبروتين النباتي. اما البروتين الحيواني بنقدر نحصل عليه من اللحوم، اسماك، الفراخ. الاسماك، الفراخ، اللحوم. طب اعلى نسبه بروتين الهاي فاليو بروتين بنقدر نحصل عليه من اللحمه الحمراء. اللحمه الحمراء. ماشي يا كابتن تايسون. في بعض لعيبه اول ما بتخش الجيم بتطلع على العقله، فهل الكلام ده صح ولا غلط؟ يعني المفروض لا طبعا، يعني بيبقى مش من اولها بتبقى عقله يعني. يعني لازم في احماء قبليها، في تسخين قبل العقله. بالظبط كده. ماشي يا كابتن تايسون. كابتن احمد، لو عاوز اخس ايه افضل طريقه اخس بيها؟ اول حاجه عشان تقدر توصل لهدفك اللي هو التخسيس بتعمل حاجه اسمها عجز السعرات الحراريه. بتحسب السعرات الحراريه اللي حضرتك بتحتاجها وبتبدا تقلل منهم على حسب هدفك. كل ما تقلل في السعرات تعلي النشاط بيحصل التخسيس اللي انت عايزه. طب انا عايز اخس اعمل ايه؟ طب واحد دلوقتي عنده شغل ومش فاضي يروح الجيم، تمام، وعاوز يخس، عايزين بردك نفيد الجمهور، يعمل ايه؟ اول حاجه ممكن يستغل بس ساعه من وقته. ساعه من وقته ممكن يعمل ايه؟ يعني زي تبقى اسمها رياضه هوائيه زي الجري مثلا، او سويدي في المنزل مثلا. ايوه، حبل، الحاجات الالعاب الهوائيه اللي اقدر دي اللي اقدر امارسها في البيت وانا قاعد مكاني. طب بردك عايزين تظبيط اكل شويه. هيبدا يظبط اكله ازاي؟ اكله يبقى مثلا مسلوق، يبعد عن اي زيوت، اي دهون غير صحيه، وممكن يدخل بدلها زي الاوميجا 3 الدهون الصحيه. طب ماشي، والسكر؟ السكر بالنسبه له المفروض يقلل من كميات السكر اللي داخله، لان السكر والملح بيعتبروا اهم مصادر، يعني بيبقى الحذر، توخي الحذر فيهم. كابتن تايسون، ايه العضلات الكبيره في الجسم اللي عدد تمرينها يكون اكتر من العضلات الصغيره؟ يعني مثلا زي عضله الرجل بتبقى اكتر عضله محتاجه مجهود هي والظهر. طب عضله الرجل اللاعب مثلا متقدم في اللعبه يتمرنها كام تمرينه؟ يعني كم مجموعه يعني؟ كم مجموعه؟ يعني مثلا من 5 ل 6 مجاميع. من 5 ل 6 مجاميع. طب يجيب في الدور كام عدى يا كابتن تايسون؟ كل واحد وجسمه. كل واحد وجسمه. طب لعيب عنده نسبه الفات عاليه؟ اكيد بنبدا بنكرر، يعني بنجيب تكرارات بالظبط كده عدد. غير مثلا واحد رفيع مثلا فبيلعب رجل، فاكيد مش هنديله 12 عده 15 عده. نسبه المسلز في جسمه اعلى بالظبط كده. كابتن احمد، ايه رايك في الاشخاص اللي يعني في ابطال عند 15 سنه لعبت بطوله القاهره والجمهوريه اللي فاتت والسوشيال ميديا مقلوب عليهم، ازاي ده يلعب وازاي ده يعمل، وعمالين يتريقوا عليهم، يعني بيقولوا عليهم كلام بدل ما يشجعوا يعني 13 سنه ده لسه شاب بادئ حياته، لما يروح جيم ويلاقي ناس بتتريق عليها على السوشيال ميديا، انت ايه رايك في الكلام ده يا كابتن احمد؟ اول حاجه انا ضد التنمر على الابطال الصغيرين اللي هم دول مستقبل البلد. محدش فينا اتولد بطل او محترف، ابطال عالم او اتولدنا بعضلات اكيد طبعا. الكابتن تايسون، انت اتولدت بطل عالم ولا لاعب نحيف؟ لاعب نحيف. لاعب نحيف. أيوة طبعا. عشان الناس بتتريق على ابطال صغيره، ده راجل بطل عالم ما شاء الله عليه، بطل ال70 كيلو، يعني يعتبر الاول على حاجه، يعني ما شاء الله بسم الله. لا الكابتن تايسون بسم الله ما شاء الله عليه، ما شاء الله في لعبه كمال الاجسام حبيبي ما شاء الله. الكابتن تايسون كان في بطوله احمد علي الدوليه اللي فاتت، انا كنت موجود فيها، كان وزنه 71 كيلو، عمل مركز اللي 200 جرام ولا 200 جرام؟ الا 200 جرام بس. المفروض كنت لعبت 70 يا كابتن والله، يعني 800 جرام دول ما فيهمش سماح. الحكام كانوا اجانب، يعني ما تهاونوش حتى في جرام واحد، قوانين صارمه. فطبعا طلعت 80 كيلو، فكنت مفتقد طبعا ان انا اصلا اعمل من الثلاثه الاول او من الاربعه. يعني ما شاء الله انت عملت مركز ثاني مع ناس اعلى منك ب 10 كيلو عضلات. كنت رايح تقضيت واجب والله، بس ده انجاز في حد ذاته والله. انا دي يمكن من البطولات اللي هي اللي اعتز بيها بصراحه، عشان كنت في حاجه ولقيت نفسي في حاجه ثانيه خالص يعني. ربنا يوفقك يا رب. طب الكابتن تايسون بيجهز لحاجه؟ لا دي بيني وبينك بقى. لسه يعني الموسم هيبدا وان شاء الله وربنا يسهل يعني. ربنا يبارك فيك يا كابتن تايسون باذن الله يعني. بس ان شاء الله خير يعني، باذن الله نظهر بمستوى كويس الايام الجايه ان شاء الله. مختلف عن اللي فات. بتسعى للاحتراف يا كابتن تايسون؟ والله اكيد يعني طبعا، اي حد طبعا بيتمنى هو بيسعى للاحتراف، فكل ما بتوصل لحاجه كويسه بتحس ان انت في تاني يعني، فبتبقى ليفل، ما ينفعش تقف على حاجه معينه. الكابتن احمد، اتفضل يا كابتن. فوائد الكرياتين للجسم. فوائد الكرياتين في الجسم، لو جينا نعد فوائد الكرياتين، اول حاجه هنقول ان الكرياتين ده اصلا مصدر موجود في الجسم، الجسم بيفرزه، الكليه بتفرزه بنسبه 5 جرام. تمام؟ يعني الجسم بيفرز كام جرام؟ 5 جرام كرياتين. 5 جرام. طب وجسم اللاعب اللي بيتمرن، اللاعب المتقدم، محتاج كام جرام كرياتين يوميا؟ من 15 ل 20 جرام كرياتين على حسب قدره تحمله، او على حسب القرص اللي بيعمله في التحمل العضلي بتاعه. طب ماشي، احنا كده الجسم بيفرز 5 جرام كرياتين يوميا. تمام. طب انت كده بتقول عايزين 15 جرام، يبقى احنا كده هندخل كرياتين من بره. في كرياتين ممكن نقدر نحصل عليه من المكملات الغذائيه اللي هي زي الكرياتين. طب جرعات خارجيه. المكملات الغذائيه دي لها اضرار يا كابتن احمد؟ والله يعني على حسب اللي احنا بنشوفه، الناس كلها بتهاجم المكملات الغذائيه، بس للاسف كل الناس مش هنقول عندها جهل، لا هي المكملات الغذائيه بتكمل الاكل بتاعنا، بتكمل الاكل اللي انت النظام اللي بتمشي عليه. الكابتن تايسون، يا كابتن تايسون، اهم عنصر بعد التمرين، اهم عنصر بعد التمرين مثلا زي الجلوتامين. الجلوتامين. طب لو عايزين الاول يا كابتن تايسون عناصر طبيعيه. البروتين، البروتين بعد التمرين، اسرع بروتين سريع الامتصاص موجود في ايه؟ اسرع بروتين بياض البيض. بياض البيض. طب بياخد وقت قد ايه يا كابتن تايسون عقبال ما يتهضم وجسمي يمتصه؟ يعني مثلا بياخد له مثلا في حدود ساعتين. ساعتين. كابتن تايسون ما شاء الله. الكابتن احمد، احنا قلنا كده فوائد الكرياتين، عايزين نعرف انا الوقت اتمرنت وجسمي عايز اعمل استشفاء عضله للعضله، ايه اللي بيعمل عمليه استشفاء للعضله؟ اول حاجه الجلوتامين. الجلوتامين مهم جدا. الجلوتامين بقدر احصل عليه من مصدر خارجي طبيعي اللي هو السبانخ. تمام. ده طبيعي. سبانخ طبيعي السبانخ. مصدر تاني اللي هو الجلوتامين اللي هو في المكملات الغذائيه، ده ممكن اقدر احصل عليه من اي ستور. طب جسمك بيحتاج كام جرام جلوتامين يوميا للاعب المتقدم؟ للاعب المتقدم مش اقل من 25 جرام جلوتامين على حسب كتله الجسم. طب احنا قلنا الجسم بيفرز قد ايه يا كابتن؟ الجسم بيفرز الجلوتامين بنسبات قليله جدا، تقل عن 5 جرام. تقل عن 5 جرام كده احنا هندخل من بره 20 جرام. مصدر خارجي. مصدر خارجي. كابتن تايسون، الجلوتامين ده بيعمل ايه للعضله؟ بيعمل استشفاء للعضلات. استشفاء للعضله. عمليه بناء. مهم جدا. مهم جدا. طب يا كابتن تايسون، عايزين حاجه مصدر طاقه طبيعي قبل التمرين. مصدر طاقه طبيعي قبل التمرين يا كابتن؟ يعني مثلا زي العسل الابيض. العسل الابيض. طب عايزين ندخل كارب قبل التمرين، ندخل والجنزبيل بيدي برضو طاقه قبل التمرين. طاقه. العسل الابيض والجنزبيل وايه تاني؟ يعني مثلا زي مثلا قهوه. القهوه بتدي انرجي قبل التمرين. القهوه. الكابتن احمد، عايزين مصدر كارب طبيعي قبل التمرين. مصدر كارب طبيعي قبل التمرين بقدر احصل عليه من الرز البسمتي. الرز البسمتي وايه تاني؟ المصدر كارب التاني او البطاطا. البطاطس المسلوقه. دي النشويات. دي المصادر الغنيه بالكارب اللي اقدر استغلها صح في انتاج الطاقه بتاعي اللي هيفيدني في التمرين بتاعي. الكابتن تايسون، انا دلوقتي لاعب متقدم مثلا، العب عضله في اليوم ولا عضلتين؟ لا عضله طبعا. عضله. طب وان لعبت عضلتين يا كابتن؟ على حسب بقى الجسم. ممكن بقى واحد مثلا نحيف فما طبعا بيحصل عالي. هضم للعضلات، لان انت طبعا عضله كبيره وعضله صغيره هو ناشف، فلازم مثلا لو حد في مثلا نسبه فات عاليه بتبدا ان انت بتضغط عليه شويه عشان تحرق نسبه الفات اللي في جسمه، يعني على حسب كل جسمه. ماشي. طب دلوقتي يا كابتن احمد، عندي شاب عنده 15 سنه، ابص الاقي في الجيم، والده يقول لي طب هو هينفع يلعب رياضه؟ او 14 سنه. عايزين نعرف ازاي الناس الرياضه بتبدا من سن كام يا كابتن احمد؟ اول خطا ممكن نقع فيه او الناس كتير واقعه فيه انها تربط الرياضه بالسن، لان السن ملوش رياضه، والرياضه مش موقفه عن سن معين. مش موقفها؟ مش متوقفه عن سن معين. يعني صغير. لو 10 سنين يمارس رياضه. يمارس رياضه. من 3 سنين ممكن يمارس رياضه الجمباز. 3 سنين. ماشي. طب ولو عنده 50 سنه؟ اكيد هيمارس رياضه. لو بيمارس. حضرتك ممكن تتخيل 2 في نفس السن، واحد بيمارس واحد لا. كابتن عصمت صادق الله يرحمه. الله يرحمه. كان 62 سنه، بسم الله ما شاء الله، وعامل بطوله سادسه. كان مشرفنا كلنا. خد بطوله العالم رحمه الله عليه. استاذ الكل طبعا. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الكابتن احمد، دلوقتي يا كابتن احمد، انا اتمرن كام يوم واقعد كام يوم؟ لو واحد مثلا بيتمرن اديله متقدم، لعيب متقدم مثلا، متقدم، يلعب كام يوم ويريح كام يوم؟ دي بترجع للهدف اللي هو حاطه. فتره الراحه بترجع للقرص اللي انت حاطه او تمارين العضلات اللي انت حاططها. ازاي بتنحسب؟ انت المفروض النهارده هلعب مثلا عضله كبيره وعضله صغيره، لازم بعدها اقل حاجه 72 ساعه راحه، دي فتره الاستشفاء بتاع العضله. بتنحسب على الاساس ده. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، ما تروحوش في حته، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين مع الابطال العالم والابطال الدوليه. كابتن تايسون، في لعيبه كتير بتهمل عضله الرجل. والله دي كمان من اهم العضلات. اهم العضلات. لان هي بتفرز هرمون التستوستيرون وبتزود الشكل اللي فوق، الجزء اللي فوق. الجزء اللي فوق. في ناس كتير بتهمل تمرين الرجل، بس هرمون التستوستيرون ده اللي هو هرمون الذكوره اللي مسؤول عن بناء العضلات. بالظبط. طب واحد اهمله وجسمه من فوق يزيد ولا ما يزيدش؟ هو هيزيد وكل حاجه، بس طبعا دي عامل مساعد. ده عامل مساعد. الكابتن احمد، الاسترويد واضراره ومخاطره. تمام. نتكلم عن الاسترويد شويه باستفاضه. اتفضل. اول حاجه كتير من الناس بيجهل حته التعامل مع الاسترويد. انا عن نفسي بشوف ناس صغيره قليله السن، وده بيرجع للناس معدوم الضمير اللي هي بتديهم الحقن مجهوله المصدر، او مش عارفين دي ايه او دي ايه او دي ايه. ما بيعرفش يحط له مثلا قرص مكملات الاسترويد له سن معين طبعا وكلنا عارفين الكلام ده. ترجع زي ما قلنا ان مثلا حد ايه يقول لك خد مثلا النوع ده، وهو الاقي اللاعب عندي مش عارف هو بياخد ايه. طب ايه ده؟ طب يا كابتن احمد، في صاحبات جيمهات وصاحبات صالات بيدوا اللعيبه استرويد وما بيعرفوش هو بيدوا له ايه، بيقول له ده سر مهنه. لا طبعا ما ينفعش يا كابتن، الكلام ده غلط. اكيد طبعا غلط. هو الاسترويد في حد ذاته غلط، مبدئيا هو غلط، مرفوض مرفوض، المبدا ذات نفسه مرفوض. او انت مش سكتك بطولات، انت مش طالع احتراف، مش طالع احتراف. في الاسترويد ده اولا بيحتاج تحاليل خاصه ومطامعات طبيه وطريق تاني خالص غير انت رسمه وان انت ترسم جسمك وخلاص. المتابعه الطبيه لازم تكاد تكون كل اسبوع. كابتن تايسون، في ناس يا كابتن تايسون معتقده ان كتر ما تلعب عضله تتمرن على عضله البطن هيطلع لها عضلات في بطنها. لا طبعا، العامل الاساسي تظبيط نظام الاكل. لما بيمشي على الاكل الصحي مع حتى تمرين خفيف بتبدا تظهر عضلات البطن. تظهر العضلات. في ناس ثانيه بتلخبط في كل حاجه وبتاكل اكل طبعا مش صحي، تبص لها ليل ونهار عماله تلعب بطن، يجي يقول لك كابتن انا بطني مش بظهر. طب ما هو انت شوف انت بتاكل ايه وبتلخبط في ايه. فلازم بتمشي على نظام معين بتبدا تظهر معاك عضلات البطن. الكابتن احمد هلال، الوقت يا كابتن احمد في بعض لعيبه بتقعد تتمرن في الجيم بالساعه والساعتين. طب عايزين بقى نعرفهم الوقت الصح قد ايه؟ الوقت الصح بيبدا من 40 دقيقه، لان بعد 40 دقيقه الجسم بيفرز هرمون الهضم. تمرينك بعد ال 40 دقيقه ملوش اي لازمه. ملوش اي لازمه، مجرد ارهاق للعضله. ارهاق للعضله. الكابتن تايسون، الوقت يا كابتن تايسون انا عندي عضله البايسبس ضعيفه وعاوز ازودها، خلاص تمام، اتمرنها قبل الرجل ولا بعد الرجل، ولا اتمرنها لوحديها في يوم، لا ولا اتمرنها مع الباي، ولا اتمرنها ازاي؟ لا برجح ان هي تتمرن الباي. عضله الباي او اي عضله ضعيفه عامه في الجسم. لا برجحها مثلا انت ممكن تاخد مثلا مع عضله خفيفه مع التمرينه دي عشان بتبدا انت تديها حقها عشان تستفاد اللي هو ولا العب عضله الباي سيبس في يوم لوحدها. هو اصل هي عضله صغيره فممكن يبقى مثلا مع تراي، بتبدا مثلا انت ممكن تعمل خطوه اللي هو ايه، بتبدا بتمرين الباي بعد كده بتاخد التراي بحيث انت مجهودك بيستفاد بيه اكتر في الباي عشان انت عندك ضعيفه، بعد كده بتاخد التراي. لكن الباي لوحدها هي عضله صغيره يعني ما. الكابتن احمد هلال، تقول ايه للناس يا كابتن احمد واللعيبه المبتدئه اللي بتخش الجيم قبل ما تتمرن على طول مباشره من غير تسخين واحماء وعمليه استرتشات للعضله؟ اول حاجه بقول له انت كده بتعمل اكبر غلط في حياتك. المفروض الورم اب ده عامل اساسي معايا. الورم اب ده وظيفته ايه؟ اول حاجه بيأهل جسمك او بيديله الارم ان انت داخل تلعب، انت طالع من مرحله ركود طالع تلعب، ده اسمه تأهيل الجسم. تاني حاجه بيجنبك اصلا اي اصابه ممكن تتعرض بيها، سواء اصابات الكتف اللي هي يعني معظم الابطال بتصابها، اصابات الكوع، قطع اوتار، قطع اربطه لا قدر الله، ربنا يحفظ كل الابطال اللي بتلعب. دور الاسترتشات او الورمنج اب مهم جدا، فبنوه عليه عشان الناس كلها لازم تعرف الدور ده مهم. فبقول لهم انتوا كده بتعملوا غلط كبير، جسمك ما بيستفادش. لازم يبقى في عمليه احماء. كابتن تايسون، عملية الإحماء قبل التمرين بتاخد وقت قد إيه؟ يعني مثلا من 10 دقايق ل 15 دقيقة عشان يكون، أو من 5 دقايق ل 10 دقايق، آسف. 5 دقايق ل 10 دقايق. الكابتن أحمد هلال، أهم إنجازاتك وأهم بطولاتك يا كابتن أحمد لعبتها؟ اهم انجازاتي واهم بطولات، انا بطبيعتي الحمد لله مش بحب اتكلم عن نفسي ومش متكلم في حق نفسي كتير. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى انا محقق بطولات في الجمهوريه، تمام، ومحقق بطولات في المنوفيه زي منوفيه مصر شو مثلا. نرجع مثلا زي احمد علي 2018، نرجع لبطوله بطوله الجمهوريه في القوه البدنيه اللي اتقامت في اسكندريه من اسبوعين. اخر حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى احنا لعبنا وتيم كامل باسم المنوفيه وقدرنا نحقق ميداليات ما شاء الله. المنوفيه دي بلد الابطال. ربنا يخلي حضرتك كابتن عمرو والله على استضافتك الجميله لينا. انت ربنا يكرمك. لسه كنا راجعين منها يوم السبت. ربنا بفضل الله سبحانه وتعالى كرمنا ب4 ميداليات ذهب و3 فضه و2 برونز. بطوله قوه بدنيه. بطوله قوه بدنيه اللي قامت في نادي الشرفه في الاسماعيليه. كابتن تايسون، شاركت في بطولات قوه بدنيه قبل كده؟ بصراحه لا، بودي بيلدينج فقط. بودي بيلدينج. ايوه. احكي لنا يا كابتن تايسون عن فتره التجهيز بتاعتك، بتبقى ماشيه ازاي؟ والله فتره التجهيز بتاعتي بتبقى طبعا انت ماشي على دايت وطبعا بتلاقي نفسك مفيش طبعا باور زي الايام العاديه، وبتمشي على الاكل الصحي، بيبقى التزام صارم يعني. طب كابتن تايسون، في لعيبه نفسها تلعب بطولات وبتبقى خايفه تاخد خطوه للامام، تنصحها تقول لها ايه؟ والله انصحها ان طبعا مفيش حاجه اسمها مستحيل، طالما انت عايز توصل لحاجه فاكيد هتوصل لها، فاحنا اكيد طبعا يعني ما طلعناش كده، ففي طموح وان انا عايز اوصل ابقى حاجه في حاجه معينه، فاكيد لازم ان انا اوصل لها، بس مش بالتمني، بالتعب بالاجتهاد. الكابتن احمد هلال. يا كابتن احمد، دلوقتي احنا عايزين نفيد الناس بقدر الامكان. اتفضل يا كابتن عمرو. وصفه انا هساعد في تجهيز 3 ابطال عندي في الجيم، بتاعنا. تمام. فعايزين احنا الاثنين نجهزهم يا باشا على حسابنا الخاص. انا معاك يا كابتن عمرو، طبعا ما اقدرش اخر لك طلب لانك قبل اي حاجه اخ عزيز عندي، وربنا يعلم جلاوتك عندي. انا متكفل باي دعم مادي او اي دعم معنوي او اي دعم في المكملات. يا باشا الدعم المادي انا وانت. يا باشا انا ربنا يخليك. لا انا متكفل. احنا عايزين الكلام اللي نقوله على الهوا يتنفذ. لا لا حضرتك عارفني طبعا، وعارف ان انا عمري ما ارجع في كلمتي. انت شخصيه محترمه يا كابتن احمد. وانا هختار 3 لعيبه من الجيم عندي يكونوا ملتزمين تجهيزهم لبطوله القاهره وبطوله الجمهوريه، وبشرط يعني لو في ثانويه ماشي، اهم حاجه اللعيب اللي هختاره يكون ملتزم. احنا هنختار 3 لعيبه، اول لعيب منهم انا اخترته محمد سيد مهدي اللي شارك معانا يا كابتن محمد البطوله اللي فاتت. وممكن كمان يا كابتن عمرو نعمل لهم عقود رعايه لو شايفينهم مجتهدين. احنا بنساعد عشان نقول ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، نساعد عشان الناس تقول ان الدنيا لسه بخير، نقف جنب الابطال دي. على ايامنا ما كانش حد واقف جنبنا، ما كانش حد بيدينا معلومه ببلاش، كنا للاسف بنشتغل شغلانه و2 ونوفر من حق اكلنا عشان ندفع اشتراك الجيم، وده كله مع الابطال القديمه والناس القديمه، كل الناس تعترف بكده. كابتن تايسون، في ناس بعض لعيبه بتبقى نفسها تعمل حاجه في اللعبه وتجهز له بطولات، وتلاقي واحد يقول له ايه اللعبه دي لعبه الاغنياء مش لعبه الفقراء. انت تقول لهم ايه يا كابتن؟ والله اللعبه فعلا بتحتاج مصاريف وبتحتاج سبونسر، بس كلنا اكيد بنمر بصعوبات. فيعني متهيألي ان اغلبيه اصلا يعني اي لاعب مسرح الاغلبيه يعني بتبقى ظروفه والامكانيات بتبقى محدوده شويه، فهو بيطور من نفسه. هو عامه سبحان الله ربنا بيدي كل واحد. بالظبط. هقول لك لو يعني واحد، ناس كتير اشوفها مثلا مرتاحه ماديا بس ما عندهاش القدره ان هي تلعب بطوله او تعمل دايت، او جيناته الوراثيه ما تسمحش. ضعيف كتير، في كتير. ده الكابتن احمد هلال ناوي تجهز لحاجه اليومين الجايين؟ ان شاء الله في بطوله القوى البدنيه هتقام في المنوفيه قريب ان شاء الله، حضراتكم كلكم مدعوين طبعا، تشرفوا ارض المنوفيه. ده شرف كبير لينا يا كابتن احمد والله، المنوفيه دي بلد الابطال. ربنا يكرمك كابتن عمرو والله، انت شخص ذوق وشخص محترم، وفعلا بشكرك تاني على استضافتك الجميله دي لينا، وباذن الله ناوي ان انا اجهز لحاجه، بس يعني هنمشي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال واستعينوا بقضاء حوائجكم للكتمان، لان لاحظنا في الفتره الاخيره ان فلان جاب موتوسيكل وحصل له لا قدر الله حادثه، يعني انت حضرتك لاحظت. الله يرحمه البطل لسه متوفي ده، رحمه الله عليه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. كان بيلعب فيزيك. ده حاصل على كوسكواد، وراجل كان في قمه الذوق. الله يرحمه، كان شخصيه وكان اسمه عمرو تقريبا. الله يرحمه، ربنا يرحمه ورحمته. الكابتن تايسون، مش ناوي تقول انت ناوي تجهز ليه؟ لا والله يمكن بص، لا اقول خلاص بقى، نقول اقول يا عم. والله يمكن ان شاء الله ممكن بطوله مصر تك اللي هي في شهر 2 دي، ولو ربنا كرم طبعا بطوله احمد علي يعني اعلن عنها وبتاع، فاكيد ان شاء الله هشارك فيها باذن الله. والسلميه في الكويت يا كابتن جايه في شهر 5. ايه؟ والسلميه في الكويت جايه في شهر 5. والسلميه في الكويت ان شاء الله يمكن شارك فيها. نفسي العب كلاسيك. نفسي العب كلاسيك. اسف يا كابتن عمرو مش هنقبل ندربك. ان شاء الله باذن الله هجهز كلاسيك بس شويه كده. هو الفيديو اللي كان معروض ليا ده من شويه كان اخر مستوى انا وصلت له، كان بعد يعتبر راحه سنه، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن ونعمل احلى مستويات. والرياضه عامه حلوه للصحه يا كابتن احمد. في ناس تبص لواحد ويكلمك يقول لك عضله القلب ملهاش تمرين، ترد عليه تقول له ايه؟ عضله القلب ملهاش تمرين، ارد عليه بالبلدي ولا بالعلم؟ لا لها تمرين، الكارديو ده. لا التمرين اللي معروض على الشاشه دوت الكارديو بيقوي عضله القلب، بيقوي السبع اوضاع بتاع البادي بيلدينج. طب الكابتن تايسون اللعبه ابتدت تتشهر وتاخد حقها في مصر؟ عن الاول بكتير، عن الاول بكتير، وبالذات طبعا استاذ اسلام قرطان بدا يوسع من المجال وبدا يشجع الابطال على دول 7 اوضاع اللي انا بعرضهم دول، ال7 اوضاع بتوع البادي بيلدينج، 7 اوضاع الاساسيين اللي اللعيب بيعرضهم على المسرح، دول 7 اوضاع. ده جانبي وده وضع البطن. بطن حلوه يا كابتن تايسون ما شاء الله، سيمتري. سيمتري يعني ايه يا كابتن تايسون؟ قلت لك الكلام ده من زمان. طب سيمتري يعني ايه؟ سيمتري يعني ايه؟ سيمتري يعني جينات وراثيه جميله. يعني اقول لك حاجه، اي حد ممكن يخش جيم واي حد ممكن يلعب كمال اجسام، ودي انا بقولها بصراحه من زمان. يعني على سبيل المثال، مش على سبيل المثال، ده فعلا حصل. انا زمان كنت بلعب كوره، كان عندي بتاع 13 سنه. حلو الكلام. جيت من 14 سنه فجي كل يشوفني انت بتلعب جيم بتلعب جيم. يا جماعه والله ما بلعبش جيم، انا بلعب كوره. بس انت قبل ما تلعب كوره كنت نحيف؟ كنت رفيع جدا. كنت نحيف بس لا مش رفيع قوي. كان يعني مثلا الشيست كان عالي، الكتف كان عريض طبعا، وكنت انا بحب السويد يعني. فجيت بتحب السويد في الاول خالص. فجيت دخلت جيم لعبت كده اي حاجه واجهزه كده، مش فاهم حاجه، كنت عندي 14 سنه يعني. المهم كل يشوفني انت لو لعبت هتبقى، فانا عشت اللحظه دي ان كل يشوفني مثلا انت لو كملت في اللعبه دي هتبقى بطل عالم وهتبقى بطل كبير. كان كل يشوفني انت يعني انت اتولدت عشان تبقى بطل كمال اجسام. ما شاء الله يا جماعه، انا والله انا لسه بفكر اهو، انا بروح اي حاجه يعني اشتغل اي حاجه. انت عالم في اللعبه. مع الوقت طبعا، ما اكيد، ما هو انا بقى عشان عشت اللحظه دي وقررت ان انا عايز اكون بطل، ف يعني فضلت وراها. بس كنت نحيف برضك؟ كنت نحيف طبعا. وظروفك الماديه؟ ظروف الماديه ما كنتش بصرف حاجه ساعتها في فتره في بدايه اللعبه. طب لان طبعا والدي ما كانش ماديا كنت عامل ايه؟ طريقه الايه؟ ماديا كنت قوي ولا متوسط؟ لا متوسط. متوسط. والدي بدا يفهم مع الوقت، بدا يفهم ان اللعبه مصاريف وي وي والكلام ده، فطبعا بدا يقف جنبي. لما لقاني جه بقى في بطوله شافني مره، فخلاص بقى فضل ورايا، بقى فضل واقف في ظهري بصراحه. والدتي طبعا هي الرئيس، هي اللي شجعتنا اصلا على اللعبه. ربنا يبارك لنا فيها، ربنا يبارك لنا فيها يا رب. الكابتن احمد هلال، يا كابتن احمد دلوقتي في بعض اللعيبه بيخش الجيم يعني مش عايز اقول بيستهتروا بالجيم، تبص تلاقي اللعيب دلوقتي ماسك التليفون ومش مركز في التمرين وفاتح النت، تقول لهم ايه؟ قال لهم ان الجيم ده يعتبر مكان مقدس، انت داخل تعمل فيه عضلات، ناسي انت مين بره، سايب تليفونك، سايب كل حاجه انت بتعيشها، سايب كل حاجه انت معاها بره، تسلم نفسك للحديد اللي جوه الصاله، تقدر تركز في كل حركه طالعه منين، من انه مفصل، من انه وتر، من انه عرض، ده هيحرك ايه وده هيحرك ايه. لازم نركز ان التركيز في التمرين هو اهم عنصر عشان تقدر تلاقي اللي انت داخل عشانه. لكن طب ما العب بره، انت ايه اللي جابك تلعب هنا؟ تصحي من الصاله على الفاضي. وفي واحد مثلا ممكن تلاقيه مثلا بيلعب لك مثلا تمرين باي ومسك لك الموبايل مثلا، استهتار. ايه ده؟ وبيعرضنا نفسهم لاصابات كتير. انا ما اعرفش ان هو المخ ده لازم اشاره تروح للمخ عشان العضله داخل الدم يعلى في العضله طبعا. وتستفاد انبساط العضله، انبساط العضله نفسه وانقباضها. انا داخل الجيم ما كنتش جاي بهزر، داخل الجيم انا رايح ان انا في هدف. طب الكابتن تايسون دلوقتي في لعيبه بتلعب باوزان فوق طاقتها، تقول لها ايه؟ اقول لها والله الوزن مش الوزن اللي بيعمل عضلات، اللعب الصح هو اللي بيعمل عضلات. اللعب الصح، اللعب الصح. ياما ناس شالت اوزان وما عملتش اي حاجه وما وصلتش لحاجه. ماشي من على التيشيرت شكله مليان شويه، بس قول له وريني كده مش هتلاقي فيه اي ملامح. الكابتن احمد، اشرح لنا التمرين العاديه والدروب سات اول حاجه الدروب سات، ان انا ممكن اخد مجموعه مثلا باي قصادها مجموعه تراي من الناحيه الثانيه، ده الدروب سات. المجموعه كام دور؟ بالنسبه للدروب سيت ولا المجموعات العاديه؟ لا العاديه، خلينا في العاديه الاول بعدين نخش على الدروب سيت. العاديه بتعتمد عندي لو انا بلعب فصل الصيف 3 مجاميع كده، جسم اصلا جاي الورم اب بتاعك ما بيزيدش عن 10 دقائق، بعد كده جسمك اصلا سخن. 3 مجاميع تقدر توصل لاقصى انهيار عضلي. انت ما بتلعبش عضله واحده او كم مجموعه، بتلاقي التوتال بتاعهم عدى. ده بالنسبه للالعاب العاديه زي البنج مثلا، الباي تراي او الظهر او الرجل، سواء عضله كبيره او عضله صغيره. نيجي مثلا للدروب سيت. دروب سيت زي ما قلنا ان انت بتدخل عضله مع عضله، السوبر سيت بتدخل عضله مع عضله، تمام. الدروب سيت بتعمل توتر للعضله، تعلى بالاوزان وبتنزل، توصل العضله لاكبر ضخ دم فيها. طب ليه انا عايز اوصل اكبر ضخ دم في العضله؟ ايه الكيفيه اللي انا بعملها؟ طب العب بوزن تقيل ولا وزن خفيف؟ في ايه؟ في الدروب سيت. الدروب سيت انا ما بثبتش على وزن. ما بثبتش على وزن. ليه؟ عشان احقق اقصى ضخ دم في العضله. طب الدم لما يدخل، دم محمل بالبروتين وبالكارب وسواء اي حاجه انا باخدها بغذي العضله. طب انا دلوقتي اتمرنت، ايه اللي حصل في العضله؟ العضله حصل لها انهيار. 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 عمليه هدم. عمليه هدم. ايه اللي بيتم بعد عمليه الهدم؟ التغذيه السليمه واوقات الراحه المحدده اللي المفروض ترتاحها، بيحصل ريكفر العضله او اعاده بناء مره ثانيه للعضله. الكابتن تايسون، يا كابتن تايسون، الوقت في بعض اللعيبه بيخلص تمرين ما بياكلش، بيقعد مثلا ساعه وساعتين، مش صح. تقول له ايه؟ مش صح طبعا. طب الصح يا كابتن لازم يعني بعد التمرين مباشر بيكون محضر البروتين بتاعه عشان يلاقي ايجابي ما يلاقيش سلبي. يلاقي السلبي. في ناس تقول لك مثلا انا بتمرن وبقعد مثلا ساعه ونص ما اكلش، ساعتين، فما بيلاقيش نتيجه. اكيد. كابتن احمد، المفروض لاعب كمال الاجسام ياكل كام وجبه في اليوم؟ لاعب كمال الاجسام ما يقلش عن 7 وجبات في اليوم. 7 وجبات. 7 وجبات لو عاوز تعمل عضلات. ده الصح. وايه محسوبه؟ محسوبه. قد ايه كارب، قد ايه بروتين، لو هاخد دهون صحيه او دهون غير صحيه، وطبعا مش مستحب الدهون غير صحيه. بنشكر الكباتن وبنشكر الابطال، الكابتن تايسون بطل العالم، الكابتن احمد هلال اللاعب الدولي والمدرب الدولي، وان شاء الله انتظروني كل يوم 2 مع ابطال جديده، ابطال عالم وابطال جمهوريه ومدربين دوليين واخصائيين تغذيه. يبقى كده انتهت حلقتنا.